لا هو من الماء، واذا حطيناه بالمي مات. شو هو؟ انتج صح. يي بسم الله صح. مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدي احكون عن مسابقه رمضانيه مع ماما. بس قبل ما نبلش تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات، ويلا نبلش. فكره الفيديو ماما حتشرحها. مساء الخير، اليوم الفيديو راح يكون عن مسابقه رمضانيه. المسابقه هاي عباره عن مواضيع وعليها اسئله. في ورا روان وريان عده مواضيع، هم راح يختاروا الموضوع وانا راح اسال سؤال بنفس الموضوع. كل سؤال اجابته صحيحه قيمه السؤال راح تكون 50 درهم، راح تربحي 50 درهم. اوكي، بتشتروا فيهم اللي بدكم اياه طبعا. اوكي، خلينا نلعب حجره ورقه مقص، اشوف السؤال الاول لمين. حجره ورقه مقص، فازت روان، هي حتبدا. اوكي، بدي سؤال الغاز. الغاز. اوكي جايز، روان اخترت الغاز وهلا مساله عن الغاز. يلا طيب، سؤال الألغاز لروان هو: طائر، ركزي بالسؤال، طائر يلد ولا يبيض، مين هو هذا الطائر؟ كيف يعني؟ طائر بيولد بس ما بيعمل بيضة يعني. نعم، طائر طيور. مين هو هذا نوع من أنواع الطيور؟ يلد ولا يبيض؟ الحمام؟ لا، الحزورة. هذا الطائر له علاقة باللي عم بيصير هلأ بالعالم كله. وطوات؟ صح صح صح. أخذت 50 درهم. يلا 50 درهم لروان. ريان شو الموضوع؟ لو اخذت الرياضيات رح انفضح من الرياضيات، لو اخذت العلوم رح انفضح من العلوم. خذي اختاري اللي بدك. عم تفكي هاي الورا. شنو هاي؟ ثقافة. ثقافة. بس والله يا ماما إذا بتعرفي ما بعرف تسألينيش. طيب، حنروح على سؤال ثقافي لريان. طيب ريان، السؤال الثقافي: مين أقوى، بصر الإنسان ولا بصر البومة؟ البومة بتشوفني ضعف. برافو. انسان بشوف حتى بالليل هيك. احسنتي، سهل كثير. 50 درهم لريان. السؤال اللي بعده روان. رياضة. رياضة. روان، سؤال الرياضة عندك كرة القدم. كم عدد لاعبين كرة القدم؟ ويت. كم لاعب؟ صح؟ كم لاعب بكل فريق؟ هيك كرة القدم 11. صح صح. برافو. يلا 100 درهم لي وانا 50. هلا باخذ بدايه حلوه موفقه. ريان اختاري الموضوع. والله الدول مش مضمنه، ممكن تعرفيش باكي. بدي دول. دول. سؤال الدول لريان بيقول: دوله اشتهرت بالسوشي. صين. يابان. يابان. صين ولا اليابان؟ اعطيني خيارات. صين. صين. يابان. يابان. صح. هلا صرنا تعادل 100 100، وهلا صار حنتقلها الي وانا حختار يلا علوم. علوم يا شيخ. يلا مصريها روان اختارت علوم. كم عدد غرف او حجرات القلب يا روان؟ شو يعني حجرات القلب؟ القلب كم جزء؟ له حجرات زي غرف يعني، هم قلب الانسان زي بس يعيش الحب جوا. كم غرفه هدول او كم حجره تحت العشرة؟ القلب. لو انت ذكرت رشحنا قلب خروف من الرحله ماما. الثاني تحت العشرة. تحت العشرة. واحد. سته. جواب نهائي. لا غلطي. لا هاي اثنين. سته. غلط. اربعة. اكمل ماما وين؟ ما بصير هيك. غلط روان. غلط. لازم اكمل. كملتي شو بدك تحكي؟ انت قاعد تعدي. انا كيف تعدي؟ انا بكون مكمله. وانت سته بعدين. اوكي هلا خسرت ال 50. دوريان. ريان اختاري موضوع. يا ربي. او ماي جاش. منظر هذا القلب. ريان اختاري الغاز. ريان عجبك الالغاز شكلها؟ ما عجبني ابدا.
قهرني. ريان اشي ايش سهل؟ هو اشي ابن الماء واذ اذا وضع في الماء مات. لا هو من الماء واذا حطيناه بالمي مات. شو هو؟ انتج صح؟ يي بسم الله صح؟ صح برافو. التلج اذا حطيتيه بالمي، هو التلج شو اصله؟ مي، واذا حطيتيه بالمي ببطئ بدوب. تربحي 50. هلا صرت انا 150 درهم. انا 100. روان اختاري موضوع. رح نحط الغاز. بس بدي كمان مره الغاز. عجبك موضوع الغاز؟ طيب عم يجيني واحد صار مش ذكر يعني. اوكي كان سهل سؤال. انا بحسب هيك دغري. طيب كم حرف يوجد في الابجديه؟ يي هات وات الف باء واي امس وات انا بنت ابجديه. كم حرف فيها؟ 27. لا ويت نو خطا مية راس الشباب. كم حرفا يوجد في الأبجدية؟ واحد. هاي لغز هذي ماما؟ ثاني هو بالأربعينات؟ لا اثنين. مو بالأربعينات ماما. 27 صح؟ ثاني ما جرب ما بصير. خليني أعطيك خيارات بلكي بصير. بصير خيارات ماما؟ على صير خمس خيارات. خمسة درجة ثلاثة يكون خمسة أربعة. طب أعطيك الجواب من مرة. لا أربعة أعطيتها خيارات. 33 27 8 6 يعني مينة يعني 27. تمزح معي. 27 أنا أعطيتك خيارات. اخترتي منهم؟ 27 خلاص. خيارات ماما شو 68 واحد منهم صح. ما شو 8 و6؟ اثنين 8 او 27 6 8 27. انا سألتك السؤال كم حرف يوجد في الأبجدية؟ انا حسيت مخربين يعني 6 و8. انا اعطيتك 3 خيارات يا اما 6 لازم واحد يا اما 8 يا اما 27. مو انا واحد ماما انا عارف انه 27 بس هاد لغز لغز. لغز اصبري ويت وانا بقول هاد لغز نسيت. انا بفكر سؤال 6 8 او 27 27 واحد 6. عرفتي جواب 6 غلط. 6 كيف 6؟ ويت ويت 6 خسرت الغلطة فيكي. لا 6 غلط. الجواب هو 8. ليش 8؟ كيف؟ احرف الأبجدية ألف لام ألف باء جيم دال ياء تاء مربوطة. الأبجدية الله أكبر. أبجدية 8 حروف. هاد لغز وين أنا شو خرب وين شو قلت؟ أنا بدي سؤال ماما شو قلت؟ سؤال شو قلت؟ كم حرف يوجد في الأبجدية؟ الأبجدية تتكون من 8 حروف. اوكي جايز هلا هختار من بين مادتين مفضلين عندي الرياضيات والعلوم. بس انا خايفه بس يلا لانه الرياضيات بده حل. بس انا اختار رياضيات. ريان اختارت رياضيات. سؤال الرياضيات لريان. عددين حاصل ضربهم 16 ومجموعهم 17 شو هم هذول العددين؟ كيف يعني مجموعهم؟ يعني اشي بضرب اشي بيطلع 16. عددين لو ضربتيهم في بعض الجواب 16 لكن لو جمعتيهم مع بعض الجواب 17. ما بزبط 4 لانه 4 ضرب 4 16 واذا جمعهم بيطلعوا 8 فهي غلط. صح كملي. 8 ضرب 2 مثلا اذا ضرب لا ما بطلع. حاصل ضرب 16 صح؟ حاصل ضرب 16 جمعهم 17. 8 ضرب 2 16 لكن مجموعهم نفس الشيء. كم مجموعهم الثمانية والاثنين؟ ما في احس الرغم ثمانية صح؟ عشرة غلط. يلا الجواب بدي جواب. لكن 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 يا معلم لكن عددين تضربهم في بعض يعطيك 16 ولو جمعتيهم لكن لو جمعنا العددين يعطونا 17. اوه بس كيف زبطت هاي ما فهمت انا.
عارفه ولا لا ريان؟ بعرف طبعا. انت بتحكي مع مين؟ مع المعلم الرياضيات. مع مين بحكي؟ مع الخوارزمي. اذا ضربنا احنا هون ال ال استني شوي عندي العشر المو زي ما سويت والله حرام. استني خلاص رواحه استني استني ماما هند اعطيت خيارات ما دخلني زي ما عشان روان. لا ما في خيارات بالرياضيات. لا حبيبي يعني اعطيني عندي خيارات بالدين وهدول ما عندي خيار بالرياضيات. لا لانهم بس عددين ما في خيارات بالرياضيات. وانت انا ما في قصدك يعني قصدك انه ضربنا مثلا 4 ضرب 4 16 زي ما كنت تحللي رقمين زي ما كنت تحللي بالاول واحد اوه ويت 6 ضرب 3 كم 2 ويت لا ما بصير لو انا عارفه ويت اصبري هو اوكي اصبري تن ويت 9 ضرب 2 18 لا اصبري اصبري احس على لفتها هجرب الجمع اول اصبري اصبري 7 ضرب اخذت وقت طويل بالسؤال. لا يا شيخ 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب مين والله اصبري 4 ضرب 4 يساوي اصبري يساوي 16 بس 4 ضرب 4 8 طب خلي ساعه بقولها انا خلاص. ريان عندك جواب؟ لا عندك جواب؟ الجواب اذا ايوه ايش جواب هو؟ على ايش عجز بسني اي لا ما احسش اذا توصل ماما 16 ضرب 1 يا الله لغز ماما مش رياضيات 16 ضرب 1 كم؟ لغز 16 ضرب 1 16 16 زائد 1 17 ما في مخ برا مخ نهي ورانتيني سكرينيشن داي وما بتربحي ولا درهم 150% منروح على روان شخصيات الله يعرف الشخصيات شخصية مشهورة بتعمل عندها توأم ريان نروح على سؤال الشخصيات سؤال الشخصيات لروان بيقول من هو مخترع الهاتف او 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 ستيف مين ستيف هذا الفيسبوك لا احد ستيف اخترع الايفون مين اللي اخترع الهاتف الله سامسونج اخذناها بالانجلش ماما هو عربي ولا اجنبي اجنبي يلا اجنبي والله مو ستيف مين ستيف هو اخترع ابل اللي اخترع الهاتف روان هو لا تحكي لا تحكي لا تحكي لا جاوبي تسالي خلاص انت اخذتي وقت اكثر مني ماما ستيف ستيف لا يا روان ستيف شو اسم مخترع الهاتف واحد بل بل وسيباستيان صح صح عم تعرفتها؟ هو اسمه ألكسندر جراهام بيل صح اللي اخترع الهاتف ألكسندر جراهام بيل ونروح كم صورتي روان؟ 150 ريان دورك دين دين ومنروح على سؤال الدين لريان طبعا جايز انا اتحمل وطلعت مشان يشارك وشي مش مشيت حتى سؤال الدين لريان بيقول اول صلاة فرضت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شو هي اول صلاة من الصلوات الخمسة يعني قصدك فجر او عصر او هيك قصدي اول صلاة فرضت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفجر تسأليني ولا بتجاوبي الفجر واحد جواب غلط عادي جرب الظهر والله اقسم بالله روحي صلاة يعني اذا مش الفجر الظهر ثقافة سؤال الثقافة يا روان بيقول لك أول الأصوات اللي بيقدر الطفل على تمييزها الأم صح 150 صوت الأم 200 صعبة 150 150 200 ليه شوفي والله 200 بلا 200 200 لا صارت 200 هلا دورك السؤال 150 بلا 200 دارك ريان اختار الموضوع ثقافة 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 شو ميتين انت شو وضعك طيب سؤال الثقافة لريان كم عدد أسنان الجمل يا شيخ انت جمل يا روان انت جمل كم عدد أسنان الجمل يا ريان إذا ما أعرف أنا مش أربح بعرفه بس بديش أجاوب 40 تعرفي ولا لا ثلاث خيارات لو سمحتي هذا فيه خيارات حاعطيك ثلاث خيارات اوكي
30 34 32 يا ماما أكيد ما عنده زي الإنسان 32 يعني بقول أنا 34 ليش أمي بس السؤال لريان اوكي سؤال ثاني يمكن خطا مصابه يمكن خطا سؤال ثاني يلا نفس السؤال ما جاوب بعدها ما جاوبت انا باخذ جوابك انت مش جواب روان انت خطا مصاب عدد اسنان الجمل 30 32 34 هاي تنين جوابها الا 32 جمل 34 او 30 30 34 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